النادي الأهلي وأخباره، ليه بقى جريدة اليوم السابع عشان نتعرف على أبرز الأخبار في المواقع الصحف المحلية والعربية والأوروبية. وزميلتنا العزيزة نورهان طمان، يا نورهان صباح الخير كده، وطلعينا ما لديك من أخبار، ولو في أي برضو تغطية في الصحف المختلفة حول ماتش العودة للأهلي والوداد اتفضلي. يا صباح الخير عليكي يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي. لكن كمان خلينا قبل ما نروح لأخبارنا نفكركم النهاردة بموعد مباريات اليوم، وعندنا وجبة كروية أوروبية دسمة جدا في دور المجموعات والجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. دينامو كييف الأوكراني هيواجه نظيره يوفنتوس الإيطالي الساعة 7:45 مساء، وزينات الروسي هيواجه نظيره كلوب بروج البلجيكي في نفس التوقيت. أما بقى الساعة 9 هيواجه تشيلسي الإنجليزي نظيره إشبيلية الأسباني، ورين الفرنسي هيواجه كراسنودار الروسي، وبرشلونة الإسباني هيواجه فرانك فروزي المجري، ولاتسيو الإيطالي هيواجه بروسيا دورتموند الألماني، ولايبزيج الألماني هيواجه بشاك شهير التركي، وأخيرا باريس سان جيرمان الفرنسي هيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي. كمان على المستوى الأفريقي نادي بيراميدز المصري هيواجه حورية الغاني أو حورية الغاني على ملعب محمد الخامس في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. نروح بقى لأخبارنا، ومن موقع اليوم السابع حسام البدري يرفض التسرع في إعلان قائمة المنتخب بسبب الإصابات والإجهاد. قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عدم التسرع في الإعلان عن القائمة المحلية لمنتخب مصر في الأيام الحالية، وده بعد ما يشوف موقف النادي الأهلي ونادي الزمالك وبيراميدز الثلاثي المشارك في البطولات القارية المختلفة، وتحديد طبعا يعني اللاعبين اللي هيتم ضمهم للقائمة بناء على يعني قائمة الفرق الثلاثة. كمان كابتن حسام البدري قرر إعلان القائمة يوم 16 نوفمبر، وهو اليوم اللي هيكون فيه نهائي دوري أبطال أفريقيا حال وصول أي من الفرق المصرية إن شاء الله للنهائي. كمان كابتن حسام البدري هيعلن عن قائمة المحترفين يوم 23 أكتوبر الجاري إن شاء الله. ومن موقع سوبر كورة، الإنتاج الحربي يترقب قرار الجبلية بشأن مباراة المقصة بالجولة الأخيرة في الدوري. يترقب مسؤول إنتاج الحربي رد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري على طلب إقامة المباراة مصر المقصة في الأيام الحالية وعدم تأجيلها لفترة زمنية أخرى، خاصة وأن الفريقين موقفهم من الدوري متحدد ونتيجة المباراة لن تؤثر على ذلك، بالإضافة إلى أن الفريقين لا يشاركوا إلا في مباريات الدوري المصري بعد خروجهم من بطولة كاس مصر، وده طبعا لإراحة اللاعبين واستعدادا للموسم القادم وحسم ملف الصفقات والراحلين عن الفريقين. كمان خلينا نقول ان فريق الانتاج الحربي غدا هيستأنف تدريباته بقيادة كابتن مختار مختار بعد اجازة 3 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين. ومن موقع في الجول، رسميا ختام الدوري نهاية أكتوبر. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ختام مسابقة الدوري هذا الموسم في نهاية أكتوبر الماضي على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 29 و30 و31 من نهاية الشهر. كمان خلينا نفكر حضراتكم بمباريات الجولة الأخيرة في الدوري المصري. الأهلي هيواجه طلائع الجيش، وبيراميدز هيواجه المقاولون العرب، الإنتاج الحربي هيواجه مصر المقصة، والزمالك هيواجه الإسماعيلي، ونادي الجونة هيواجه حرس الحدود، والنادي المصري هيواجه وادي دجلة، بالإضافة إلى أنه سموحة هيواجه نادي مصر، وفريق أسوان هيواجه الاتحاد السكندري. ومن موقع كورة، أهلي بنغازي يحيل أصديرة للتحقيق. أحل مجلس إدارة نادي أهلي بنغازي لاعبه وائل أصديرة للتحقيق بعد تخلفه عن المشاركة الجماعية في تدريبات الفريق. وكان مجلس إدارة نادي أهلي بنغازي تعاقد مع اللاعب منذ لمدة 3 سنوات في سبتمبر من عام 2018 الماضي، وشارك اللاعب في العديد من المباريات المحلية والعربية والأفريقية، وده قبل طبعا ما يغادر النادي بدون إبداء أسباب. كمان خلينا نقول أنه نادي أهلي بنغازي بيستعد للسفر هنا إلى مصر لإقامة معسكر خارجي استعدادا للموسم القادم. ومن موقع سبورت 360، إنذار رسمي للكبار في الدوري السعودي.
أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن توجيه إنذار رسمي لخمس أندية كبرى في الدوري السعودي بعدما قامت بزيارات ميدانية مفاجئة على إدارات الأندية الخمسة اللي ذكرتهم وزارة الرياضة في بيانها الرسمي، وهم كل من الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والقادسية. وتلقت الخمس فرق دي خمس انذارات بعد ما بسبب عدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية خلال ساعات العمل، مما يعد مخالفا للائحة الأساسية للأندية الرياضية بالمملكة. وأخيرا بقى من موقع جريدة ديلي ميل الإنجليزية، صلاح يظهر بحذاء ذهبي في دوري الأبطال. يظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر بحذاء ذهبي جديد مكون لونه من أبيض وذهبي، مكتوب عليه 100 صلاح 100 بجانب علم مصر، وده بعد ما جرب محمد صلاح الحذاء أمس في تدريبات أمس مع ليفربول قبل مواجهة الفريق في الشامبيونز ليج غدا في ضربة البداية. كمان خلينا نقول أنه محمد صلاح ثالث أسرع لاعب يحرز هدف 100 هدف مع ليفربول، ويعد عد اللاعب رقم 17 اللي أحرز 100 هدف مع ليفربول عبر تاريخه. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك احنا كمان يا نورهان على التغطية الرائعة، ونشكر كمان زميلنا العزيز مينا ماهر، شكرا لكم.